الوحيد للوقاية من هذا الوباء هو الفاكسان، هو مواصلة استعمال وسائل الوقاية والحفاظ. راه اللي كيقول لغة أخرى راه كيتبدل العالم كله يسجل نفسه، العالم كله بمنظمة الصحة العالمية وبالعلماء ديالو وبالخبراء ديالو. الحل الوحيد هو أننا نديرو اللقاح. واليوم هذا المتحور الجديد اللي هو أوميكرون راه باش ندمروا راسنا أننا ما نقاسوش بواحد الطريقة اللي ممكن أنها تردنا للوراء، راه خصنا نوصلوا للمناعة الجماعية. وباش نوصلوا للمناعة الجماعية خص تكونوا أكثر من 80% من الطحين. هذا الشيء راه العلماء قالوه، ماشي صحاب الميكرون اللي خصهم يبانوا يديروا البوز. راه العلماء قالوا بلي خص 80%، وبالتالي ما عندناش حل آخر. عارف يديروا فينا التجربة، الأمريكان بغاو يعرفوا كدا منا، والشينوا بغاو يديروا، سبحان الله ما داروا لنا قاعد لقاح باش يحدونا. واش حنا نديروا؟ واش غادي يحدوا فينا؟ اليوم هذا الوباء واش هذا هو، واش هذا هو غير بروتوكول ديال الدواء ولا لا؟ ولكن لحد الآن العلماء لقاو بلي هذا هو الحل الوحيد. ربما دابا 100 عام يقولوا كنا غالطين، ولكن الحل الوحيد واحد الظاهره واحد الوباء واحد المرض اليوم تبعه منظمه الصحه العالميه ومتبعينه الخبراء والعلماء والباحثين والاطباء هو الفاكسين. وبالتالي انا كنصح راه عندنا بعض الارقام اللي خصها تصحح، خصها ترتفع في وسط الأطباء، في وسط الأساتذة الجامعيين، في وسط المثقفين، أن مازال الناس ما بغاش يدير الفاكسان. وزعما واش هما أحسن منا اللي حنا درنا؟ زعما حنا نموتوا وما يبقاو مورانا ولا كيف؟ أنا بعدا ملي درت الفاكسان درت حتى ولادي مشيو كاع ولا بقاو كاع، لأنه ما يمكنش زعما الواحد يقول لا ما أنا ما نديرش. علاش؟ خفت على راسي. إيوا هاد 20 مليون ديال الناس اللي خصها ديروا ما تخافوش عليها. اليوم بغيت نفتح معكم هذا الدروس بمناسبة الاجتماع ديالنا باش نقول لكم الله، الله يخليكم حماية لبلادنا. صاحب الجلالة نصره الله دار واحد مجهود استثنائي في كل التدابير اللي دارتها بلادنا. بلادنا دارت مجهود استثنائي وتميز خلقنا بهذا الشيء. راه زعما غير جينا وكنسمع شي تحاليل، ما عرفتش شكون هذوك العلماء راهم داروا بنا وبنعاني باش يديروا، واش كاين شي بلاد تسد الحدود ديالها؟ وكان ما كانش هذا الشيء فعلا مؤثر وخطير، كاين شي بلاد اللي تقرر وقرارات صعبه. راه ما تقولوش باللي راه سدينا الاجواء زعما قرار سهل، راه قرار صعب جدا. ولكن من هنا كيبان لكم بانه صاحب الجلالة نصره الله والبلاد المسؤولين على صحة البلاد اختاروا صحة المواطن هي الأولوية، ماشي اقتصاد ماشي حاجة. لأنه بالمقابل الله يحفظ كل جهة المتحور، واش بلادنا قادرة عاوتاني نسدو؟ قادرين نسدو حوانتكم تجلسوا في داركم بحال نهار الأول؟ واش قادرين البنية الصحية ديالنا بكل صراحة واش قادرة أنها تستوعب آلاف المرضى في الـ ريسبيراسيون ارتيفيسيال؟ قادرين؟ عندنا ما يكفي من الأطباء باش نواجهوا هذا الشيء، عندنا ما يكفي من الأسرة. وبالتالي بما أنه عندنا الإمكانية باش نتجنبوا هذا الشيء وباش نتجنبوا هذا الوضع لا الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا الصحي بواسطة واحد اللقاح، ماشي اللي حنا درناه بوحدنا، العالم كله داير. أستاذة فاطمة مثلا عندها وجهة نظر ما تديروش، ولكن ما تأثرش على الناس وتقول خطاب باش تأثر عليهم وتعجزهم وتقول وتبين بأنه بحال دير تأثير سلبي في واحد الحاجة اللي ما خصهاش دار. اللي اختار أنه ما يديرش يقدر يكون يختار، ولكن نفسه ماشي أثر على الناس. لأنه العالم كله دابا كانوا كيقولوا علاش تفرضوا علينا البطاقة ديال هذاك الباس سانيتير، ودابا كاع الدول المتقدمة راه كتفرض الباس سانيتير. بمعنى المغرب سباق دول متقدمة في قرارات. اليوم اللي كنقولوا مع راسنا بأنه كان عندنا الصح من خدينا هذه القرارات،
ولهذا جات المناسبة لأنه الأحزاب السياسية ما مديروش فقط السياسة والانتخابات، كذلك مديور الأحزاب السياسية باش يكون وعي جماعي، وكذلك بأنها تأثر بالمواطن والمواطنة وتأثر المجتمع، وهذا واحد الموضوع اللي خصو تأطير، وخصو مساهمة إيجابية ديال الأحزاب السياسية في التأطير ديال المواطنات والمواطنين، بضرورة أنه الناس يمشيو يديروا اللقاح. راه معانا في الجهة الدكتورة صفاء خربوشلي، وحدة من الأطر الطبية، واللي كان بالمناسبة باسمكم جميعا كنقدموا التحية الكبيرة للأطر الصحية كاملة من أطباء وممرضات وممرضين وصيادلة والعاملين كلهم في قطاع الصحة على النضال ديالهم في الميدان، وكذلك كل الناس اللي كيشتغلوا في الصفوف الأمامية خدامة في واحد لو سونتر دو فاكسيناسيون، ما كيجيوش الناس، الفاكسين موجود، الناس أطر موجودة، الناس جالسة مربعة يديها كتسنى الناس باش تجي تحمي راسها، الناس ما كتبغيش تجي. علاش؟ لأن بقينا كنتيقوا هاد الخزعبيلات اللي كتنشر مرة في هاد ويقول لك هو العالم الفلاني، شكون اللي قال لك أنا هذا عالم؟ كاع أنا باش عرفت يقول لي عالم، يجيني تصور تهضر عالم، في وقت اللي كنا نحن عندنا واحد المؤسسة دولية اللي خصنا نتيقوا فيها، منظمة العالم الصحي، المنظمة العالمية الوهيمس، المنظمة العالمية الصحة، عندنا مؤسسات وطنية وخبراء ديالنا اللي كيرشدونا، وبالتالي راه ما عندناش اختيار إلا أننا نتبعوا الطريق الصحيح ديال العلم والمعرفة وديال الخبراء. وهذه واحد 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 الوباء اللي كتدمروا حتى الخبراء، وهذاك الشيء راه اليوم ولا واحد في العالم ما يقدر يتنبؤ يقول لكم ها الحقيقة ديال هذا الوباء، لأنه وباء جديد وفيروس جديد، وراه عاد هذا أوميكرون اللي بان، هذا أوميكرون اللي بان، علاش شدوا علينا 15 يوم؟ راه ماشي غير اعتباطا، غير باش يعرفوا كيفاش هذا المتحور غادي يكون، كيفاش غادي يكون الانتشار ديالو، كيفاش غادي يكون التأثير ديالو، واش غادي يكون عنده نفس الفتك نسبة الفتك بالأعمار ديال الناس ولا لا، بمعنى هذا 15 يوم غير ربما تمتد لشهور، ربما الأيام، ربما الأسابيع، وبالتالي راه كل حاجة بانت جديدة في هذا المتحور إلا وكتعامل معها بطريقة خاصة. إذا نتمنى أنه الرسالة وصلت باش نوصلوا الحديث ديالنا في الأمور المتعلقة بالحزب ديالنا وبالبلاد ديالنا وبما هو مرتبط بالإقليم.